أخبار اليوم. منذر نورت بورسعيد، أول مرة زيارة ليك في بورسعيد؟ دي تاني مرة، كنا 2012 في نفس المكان. شكر العظيم والكبير لبورسعيد، أهل بورسعيد وتاريخ بورسعيد. مش هتكلم عن أهل بورسعيد إن شاء الله هتكون مطروحة، ولكن أهل بورسعيد هؤلاء النبلاء اللي حموا مصر والوطن العربي عبر التاريخ. عن تكريمك النهاردة في طبعا مؤسسة الحياة وتواجدك في بورسعيد، شعورك ايه لوجودك تاني مرة في بورسعيد؟ مبسوط ان شاء الله نكون سعيد. اعمالك القادمة؟ اخلص مملكة فيست المغربي وان شاء الله، لسه ما خدتش قرار بالشغل رمضان او ممكن مشروع سينما. شكرا.